يا جماعة لما نقعد ساعات طويلة ما ناكلش، الجسم ربنا خلقه فيه جهاز حماية يحمي نفسه من المجاعة. يا اما كان الواحد مثلا تاه مات من الجوع، يومين ما اكلش يموت من الجوع، صام صيام انقطاعي وطول شوية يموت من الجوع. فربنا خلق لنا بجسمنا حماية ضد المجاعة. يعمل ايه طول ما انت ما بتاكليش؟ يفرز نمرة واحد يوقف الحرق، طول ما انت ما بتاكليش جسمك ما بيحرقش. نمرة اتنين يفرز انزيمات تعمل شراهة على وجبة تقيلة. نمرة تلاتة تاكلي يخزن كل اللي تاكليه. فانت ممكن تقعدي اليوم كله ما تاكليش، بس زي ما تقولي كده اخر اليوم تاكلي تجيبي القديم والجديد، وده اللي بيحصل. فتكون نتيجة زيادة في الوزن اكتر من الاول، كل اللي بتاكليه بيتحول لدهن ويتخزن. طبعا بتاكلي فيه اكيد نشويات وعيش وكاني وماني، فيخلي الجسم يفرز كميه انسولين عاليه تخزن برضو اكتر ويتخزن كله في البطن او في الارداف حسب طبيعه جسمك. وطبعا ده تماما غلط. لازم يا جماعه ناكل عشان الجسم يرضى يحرق. زي ما انت كده يا ست بيت، جوزك يقول لك مثلا الشهر ده او الاسبوع ده مثلا انا خدي بالك لمي ايدك انا مش هديكي مصروف. هتنزلي مثلا مفيش مصروف للبيت غير هم 5 جنيه، هتنزلي بقى تجيبي بط ووز وفراخ ووي، ولا هتلمي ايدك وما تصرفيش؟ جسمنا كده. اما نقوله مش هنديك اكل هيعمل ايه؟ طب انت مش هتديني اكل، طب وانا هوفر من اللي عندي ومش هصرف من اللي عندي، ما يحرقش. فلو سمحتي تاكلي وتمشي صح عشان جسمك يخس وما يخزنش.